اليوم حضرنا في مجلس القضاء بجاية افتتاح السنة القضائية، ومناسبة كانت لنا نلتقي بالسلطات المحلية المدنية والعسكرية، ولقينا كلمة في هذا الموضوع ألحينا على كل شركاء تاع اللي معنا، مساعدي القضاء، المحامين، القضاة، كل الفئات الفاعلة في هذا المجتمع أنها تنخرط في المسعى الجديد. هذا الجرائم هذه والذي أنهك المواطن الجزائري، إذن هذه فرصة لتذكير الجميع، المضاربة غير المشروعة، عصابات الأحياء، الحرائق، إنشاء الموقف الغير شرعي هذا بدون إذن السلطة. هذا الجرائم هذه والذي أنهك المواطن، تمييز بين خطأ التسيير والخطأ الجزائي، ولهذا ممكن تكلمت بإسابة هذه النقطة حتى أطمئن المسؤولين المحليين